وينضم معنا من اسطنبول ماجد عزام الكاتب والإعلامي الفلسطيني. أهلا ومرحبا بك أستاذ ماجد. بداية، الأمم المتحدة تقول إن إعادة فتح معبر كرم أبو سالم لا يعني زوال الحصار عن قطاع غزة، إذن ما الفائدة التي ستجنيها غزة إذا ما استمر تجويع أهلها ومنع دخول المواد الطبية والوقود إليها؟ يعني أهلا فيك، مساء الخير لحضرتك والسادة المشاهدين. حياك الله. هذا صحيح، الآن ما يتم إدخاله من معبر كرم أبو سالم هو ما يبقي غزة على قيد الحياة، لكن لا يعيدها إلى الحياة بالمعنى الحقيقي للكلمة. وأصلا خطة التهدئة تتحدث عن 3 مراحل، نحن ما زلنا في المرحلة الأولى التي هي عنوانها الهدوء أو الهدوء مقابل الهدوء. إذا استمر هذا الأمر ستكون هناك مرحلة ثانية، سيكون هناك إدخال أو توسيع إدخال مواد أخرى تتعلق بإصلاح البنى التحتية المنهارة في غزة. نتحدث عن الكهرباء والمياه. مبعوث الأمم المتحدة يمتلك خطة عاجلة لمشاريع لإصلاح هذه البنى التحتية، التركيز على قصة الكهرباء والمياه. ثم المرحلة الثالثة التي يمكن أن تسمى هدنة، وهي ستأتي بعد شهور، تتعلق بالتوصل للهدنة طويلة. لكن ما نحن بصدده في سؤال حضرتك أنه فعلا الآن يعني هناك فتح للمعبر وفتح لمعبر رفح، إدخال المواد الضرورية، لكن إدخال أمور أخرى تتعلق بكسر أو تخفيف الحصار ربما لم نصل إلى هذه المرحلة بعد، وأعتقد أنه ربما يتم الوصول إليها في الأسابيع أو في الأيام القادمة في ظل التمسك أو حرص الأطراف المعنية على إنجاح هذه الصفقة أو هذه الحزمة. طيب، يعني المحادثات مع الجانب المصري، ما هو مصيرها لتهدئة الأوضاع في غزة؟ ويعني ما الأوراق التي تملكها المقاومة في غزة للضغط والخروج من مأزق الحصار؟ يعني المسألة المصرية مستمرة، وكما قلت هي عملت مع المبعوث الأمم المتحدة على خطة ثلاثية، هدوء ثم تهدئة ثم هدنة. ويعني تم التوافق، يعني المجلس الوزاري المصغر يوم الجمعة يوم الأحد الماضي أجاز أمس الأربعاء أجاز الخطة، يوم الأحد أيضا كان قد أجازها، وهي بدأت فعليا منذ الخميس الماضي منذ نهاية جولة 9 أغسطس، ودخلت حيز التنفيذ الأربعاء مع إعادة فتح معبر كرم أبو سالم. أوراق القوة هي أن إسرائيل عجزت عن إيقاف مسيرة العودة، عجزت عن إيقاف البالونات والحارقة والطائرات المشتعلة، وهي لا تريد الذهاب إلى حرب، وهي وافقت على التسوية وعمليا وافقت، أعطت موافقتها للقاهرة، وأيضا الفصائل الفلسطينية وافقت على هذه التهدئة، حماس وافقت عليها. حماس أصلا كانت في المفاوضات طوال الوقت بين القاهرة بينها وبين تل أبيب بوساطة، ومفاوضات غير مباشرة بوساطة القاهرة، والآن فصائل في القاهرة كما جاء في التقرير سيكون هناك ربما غدا الجمعة أو في الأيام القادمة قبل العيد إن شاء الله سيكون هناك موافقة فلسطينية رسمية على هذه الحزمة المتدرجة، والتي حتى الآن ليس لها سقف زمني واضح، يعني بمعنى أن المرحلة الأولى. برأيكم إلى أي مدى أسهم استمرار الخلاف الفلسطيني في بقاء الحصار على غزة؟ ولماذا لا تنهي الأطراف الفلسطينية هذا الجدال؟ هذا أيضا سؤال مهم. هذا الأمر موجود في المرحلة الثانية اللي يفترض أنه يعني يتم التعاطي معها في الأيام القادمة وحتى بعد العيد. في المرحلة الثانية يجب أن تكون هناك عودة للسلطة الفلسطينية للإشراف على المشاريع الإسعافية أو العاجلة لإصلاح البنى التحتية وخلق فرص عمل، يتم الحديث عن خلق 60,000 فرصة عمل تقريبا. لكن حتى الآن الخلافات الفلسطينية مستحكمة. اليوم عرفنا أنه محمود عباس، يعني عباس كامل مدير المخابرات المصرية، كان أمس في تل أبيب، محمود عباس رفض استقباله اليوم في رام الله، وهناك رفض فلسطيني أو رفض من قبل قيادة السلطة للمسائل المصرية فيما يتعلق بالتهدئة التي كانت بين تل أبيب وحماس أو فيما يتعلق بمسائل المصالحة. لكن القاهرة مصرة، يعني وهي وصلت رسالة إلى رام الله أن خطة التهدئة أو الهدنة ستستمر، وأن عملية إذا لم بها أو بدونها، وإذا لم توافق السلطة على المصالحة فإن هذا سيكون تعمل القاهرة على الخطة مع الأمم المتحدة وسيتعمق دورها أكثر في غزة، سيتم الاعتماد على مؤسسات على القطاع. هل توافقون على الرأي القائل أن السياسة الأمريكية لها أثر كبير على مسار الأحداث في غزة والقضية الفلسطينية؟ إن كان نعم، ما هي الحلول البديلة لتجنب الضغوط الأمريكية
وعدم الرضوخ لسياسة الأمر الواقع التي تنتهجها سلطات الاحتلال الصهيوني جراء الدعم الأمريكي لها. أمريكا تدعم بقوة الجهود المصرية، هي تعتبر أنها ستكون اختبار لفكرة السلام الاقتصادي، وحتى تهيئة الظروف منع انفجار غزة ما الذي سيؤثر حتما سلبا على طرح صفقة القرن. أمريكا تدعم تماما جهود القاهرة. البديل هو لكي لا يكون انعكاسات سلبية للخطة على المصالح الفلسطينية، عودة الفلسطينية أن تكون مصالحة فلسطينية، أن تكون عودة للسلطة، أن تكون شراكة في القرار، أن يتم رفع الحصار، إعادة الإعمار بشراكة فلسطينية دون أن يتم تقديم أي أثمان سياسية، ودون أن يكون الثمن هو فصل غزة عن الضفة الغربية أو جعله مرتبط أكثر بسيناء ومصر ومن خلالهم العالم الخارجي. نعم، من اسطنبول الكاتب والإعلامي الفلسطيني ماجد عزام، كنت معنا، شكرا جزيلا.